اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المفروض الحلقه كانت تخلص الساعه 12 على فكره يعني، بس طبعا شكلنا كده قاعدين لسه شويه. خدنا الحمد لله اذن من اداره القناه ان هم يدونا شويه كمان يعني. في وجودك طبعا حبيبي يا كابتن اسلام. شادي 508 وسر هذه الغرفه، مين اللي كان يعني ذكريات جميله. اصل الكره القدم اللي انت تركز وقت التركيز وتبقى راجل، مش في حاجه في كواليس بتبقى على فكره. ساعات انا اسف المقاطعه، كنا بنروح نتعشى لو تفتكر الساعه 8 ونص في محاضره، ثم بعد الاكل محاضره، تطلع تنام. تروح تبلغ الكابتن الفرقه، يبلغ كابتن حسام، كل اتنين في اوضهم بتمر وخلاص. فجت الساعه 11 الفرقه ميته، نصها ميت من الجوع. فبدون ذكر اسماء يعني، في لعيب جه وده بخصومات كبيره يعني، مفيش تهريج، فجي مالك جعان، واحنا الصراحه جاي الكابتن الفرقه بالمناسبه مش جاي لحد يعني. المهم مفيش خمس دقايق الكابتن حسام والكابتن علاء قرروا اللي هم اول مره ما يسمعوا مني الموضوع ده، هم ما يعرفوش، فقرروا اللي هم يمروا تاني، فمروا على اللعيب، فناقص اللعيب ده مش موجود. اللعيب ده فين حضراتكم؟ اللعيب ده رفعنا طبعا انا والكابتن كنا في غرفه واحده، بنقعد في اوضه واحده. اللعيب ده رفع المرتبه ونام تحت المرتبه، وحط المرتبه عشان انت هتروح فين؟ ما فيش مكان، الغرف سريرين والدولاب ما ينفعش ياخد حد. واللعيب ده وبقى الحوار بقى، وابتدى يحكوا هو فين مش هو. اللعيب ده قاعد بيموت تحت ولو عمل صوت والكابتن المهم اللي انا حسيت ان الكابتن علاء ميهوب حس شويه بالموضوع يعني، حسيت لو هو حاسس ما قالش حاجه. طبعا هو ده كان في يعني، احنا بنوري لحضراتكم ده حاجه، موقف من المواقف يعني. ده موقف من المواقف اللي كانت بتحصل، لان في النهايه لا يصح الا الصحيح يعني. دايما الراجل جعان، فجي الكابتن الفرقه يقول له انا جعان يعني، ما فيهاش اي يعني. حظه الجهاز جه، حظه الجهاز جه، ما هنخبيه فين؟ هرميه قدام، مش غير هرميه من البلكونه هيموت. كنا احنا في الدور الخامس بالظبط، في احد الفنادق في مصر الجديده، صح. كنا دايما بنبقى موجودين في الاوضه دي. بس فطلع بقى، طلع بيموت، لو تشوفوا شكله وهو خارج اقسم بالله. لان السرير كان، لا مش معايا، مش هنطلعها طبعا، لا للاسف مش معايا انت اللي صورته ساعتها. مش معايا، بس ذكريات جميله جدا يا اسلام والله يعني، مش بتروح من بالي ابدا يعني. دايما بتفكر في الذكريات دي طبعا طبعا، ده تاريخ طبعا. طيب